محتار وبتفكر؟ الأسعار والمتطلبات والضمان وقطع الغيار والصيانة كمان؟ معاك حق. طيب إيش رأيك في عنوان واحد؟ موتور سوق، الأحدث والأكبر والأشهر. موتور سوق، سيارتك واحتياجاتك. أعزائنا متابعي ومشاهدي سعودي أوتو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشفت شركة كيا رسميا عن الجيل الجديد كليا من طراز K900 الأفخم في عائلتها، والذي يحمل الاسم كوريس في أسواقنا، حيث تم إطلاق السيارة في كوريا الجنوبية أولا، على أن يتم تدشينها عالميا خلال فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات الأسبوع القادم. شهدت كوريس 2019 تعديلات كبيرة في الداخل والخارج مع تقنيات متطورة وبنية تحتية جديدة. فعلى صعيد الشكل الخارجي، حصلت السيارة على مقدمة جديدة بشبك أمامي مميز محاطا بمصابيح أمامية تحتوي على خطوط LED مقوسة بداخلها، مع غطاء محرك طويل نسبيا، بينما أصبحت الجهة الخلفية مدمجة وقصيرة مع مصابيح خلفية ذات خطوط LED بداخلها كذلك. أما في الداخل، فتبرز شاشة العرض العملاقة مقاس 12.3 بوصة للنظام الترفيهي، والذي يتم التحكم به من خلال مقبض دوار في الكونسول الوسطي، ويأتي ذلك مع أزرار تحكم معدنية في الكونسول الأمامي، وتتزين المقصورة بفرش جلدي مع تطعيمات خشبية فاخرة، بالإضافة إلى إضاءة داخلية بـ 64 وضعية مختلفة. ستتوفر كوريس 2019 بثلاثة خيارات للمحركات، وهي محرك V6 سعة 3.3 لتر، أو محرك V6 سعة 3.8 لتر، أو محرك V8 سعة 5 لتر. إلا أن الشركة لم تفصح بعد عن القوى الحصانية أو عزم الدوران لأي محرك، وستتصل جميع المحركات بناقل حركة آلي من 8 سرعات. سنزودكم بجميع تفاصيله ومواصفات كيا كوريس 2019 عندما يتم تدشينها عالميا خلال معرض نيويورك للسيارات أواخر الشهر الجاري إن شاء الله. أعزائنا متابعي ومشاهدي قناة سعودي أوتو، إذا أعجبكم الفيديو ادعمونا بشير لايك وسبسكرايب، وإذا كان لديكم أي من الأسئلة والتعليقات اكتبوها لنا في خانة التعليقات.